سيعالج هذا الموضوع اللي هو الذي هو موضوع يعني الجيل النهوض الحضاري، وعنده كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع الذي نحن سنفصله إن شاء الله خلال السنة. وقبل أن أقول له كلمة أريد أن أعرف به، ونحن نعرفه لأن هذا التعريف كان موجود عندنا في الموقع. فالأستاذ نبيل شبيب هو مفكر وكاتب سوري، ولد في عكا في فلسطين في سنة 1947، النشأة الأولى في سوريا، وأصل الأسرة من سوريا، وإن كان ولد في فلسطين فأصله سوري. غادر سوريا إلى ألمانيا في عام 1965، ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 1998. درس العلوم السياسية والقانون الدولي، ومارس العمل الإعلامي الصحفي والإذاعي منذ عام 1968. صدر له منذ أواسط السبعينيات الميلادية عدد من الكتب عن قضية فلسطين، وكذلك كتب حول حلف الشمال الأطلسي وغيرها، وله عدد كبير من المقالات والدراسات في صحف يومية ومجلات عامة ومجلات تخصصية ومواقع إعلامية شبكية مثل الجزيرة نت وإسلام أونلاين. وكان حتى عام 2004 محررا بالقسم العربي في إذاعة صوت ألمانيا في بون، ومارس الكتابة في صحف يومية في الشرق والغرب ومجلات عديدة وحولية للبحوث والدراسات، بالإضافة إلى الكتابة في المواقع الشبكية. كانت له مشاركات في عدد من الندوات التلفزية خاصة في فضائيات إقرأ والشارقة وسواهما، وفي بعض المؤتمرات الثقافية، وعدد كبير من المؤتمرات الإسلامية في معظم البلدان الغربية. واليوم هو بيننا هنا في المغرب، وهو يشرفنا ويساهم كذلك أن يعطي لملتقى الحضارات دفعة، يعني إيمانا بأن هذا المنبر عنده انطلاقا من شعره لتعرفوا غاية جمع خير أهل الخير لكي يتعرفوا في هذا العصر الذي نعيش فيه. وهو سيعالج من خلال هذا الموضوع الوضعية التي نحن نعيش فيها الآن، ومن قضية التشخيص وقضية إن شاء الله اقتراحات. وطبعا سنفتح المجال للشباب، هو يريد أن يسمع ويتجاوب مع الحضور، فإذا نحن سنترك له فرصة، وبعد ذلك سنفتح المجال لكم أنتم أن تعطوا كذلك آراءكم، لكي نفتح هذا اللقاء من بدايته فيه يعني أخذ وعطاء. إذا يتفضل الأستاذ نبيل شبيب. مشكورا. ذكر خلال التقديم أنني من مواليد 1947، ولا أكشف إذا سرا إذا قلت بعد حوالي شهرين أصبح 70. معنى ذلك الموضوع اللي أتكلم فيه لا علاقة به، خلاص أنا ما أستطيع أن أصنعه أصبح خلفي. ما أتحدث به أتحدث للحاضرين، هم الذين يستطيعون أن يقوموا به أو لا يقوموا. بمعنى أن عندما نتحدث عن جيل النهوض الحضاري، ولا نتحدث عن أبناء السبعين، وأنت أيضا قريب مني لسه ما صار، لا نتحدث عن أبناء السبعين وما فوق،
رغم أنهم يتشبثون بأمكنتهم ومواقعهم وتوجيههم، إنما نتحدث الواقع عن الجين القادر على أن يقدم شيئا في الفترة المقبلة. الجيل الذي نتحدث عن الشباب، الشباب طبعا ليس معنى ذلك إذا بلغ 60 مع شباب، بعض الناس يبلغون 60 وما زالوا شباب. إنما نتحدث بشكل عام عن من هو الواقع عنده الطاقة الفكرية، الطاقة الجسدية، الطاقة من حيث الوقت، الطاقة على الاستيعاب، كل هذه المواصفات لا بد منها لنتحدث عن جيل اسمه جيل النمود. قبل أن أبدأ أيضا كنت أتحدث مع أخي الكريم، يعني قلت له هذه المرة سأقرأ من الورقة، أنا عادة أكتب ثم أرتجل، لكن ترك لي نصف ساعة من الآن إلى المغرب، ما هيك؟ وهذه الورقة تتحمل أكثر من ذلك، غالبا سأرتجل أيضا، فاعذروني إذا تجاوز بعض الأفكار يمكن أن تمنوها أنتم من خلال الحوار بعد ذلك. نحن عندما نتحدث عن كلمة النهوض أصبحنا إلى حد كبير بحكم الواقع الذي نعيشه نفكر أن النهوض أن نتمكن نحن بأنفسنا من صناعة السيارات والطائرات، وأن نتقدم على هذا الطريق كما تقدم سوانا في حضارة أخرى هي التي تهيمن حاليا أو هي التي تمسك بزمان التقدم التقني الذي نعيش فيه. النهوض إذا تركناها الكلمة بمعنى أنها اللغوية، بأننا يجب أن نقف على أقدامنا ونصنع غذاءنا بأيدينا ونصنع كل ما نحتاج إليه، يعني يكون لدينا نوع من اكتفاء ذاتي من خلال ما نزرعه وما نصنعه وما نديره، أنا ذلك كلمة النهوض تكفي. أما عندما نضيف إليها النهوض الحضاري، صفة الحضارة، يجب الواقع أن نميز بأنه لا توجد الواقع، لا يوجد نهوض حقيقي، إنما يوجد تقليد عندما لا يكون هناك عمل حضاري. إذا أردنا النهوض الحضاري يجب أن نفكر بطريقة أخرى، يجب أن ندخل في الموضوع من مدخل آخر. أما إذا قصدنا فقط الطعام والشراب والمسكن والوسيلة النقل إلى آخره، فيمكن أن نتحدث عن النهوض من هذه الزاوية فقط، يعني هي زاوية التقدم العلمي والتقني والمادي الإنتاجي. هذا الواقع أمر ليس بسيطا، لأننا حتى الآن في العصور الماضية لم نشهد أن يمسك طرف بزمام التقدم المادي ما لم يكن له خلفية حضارية تحركه. لذلك لا أتحدث الواقع عن صناعة حضارة جديدة، إنما عن نقلة حضارية. نقلة حضارية حدثت باستمرار، حدثت هذه النقلة الحضارية عندما نتحدث مثلا عن الحضارات الإغريقية الفينيقية إلى آخر كل هذه الحضارات القديمة. نتحدث أيضا عن الحضارة الإسلامية في فترة معينة من الزمن، ونتحدث عن الحضارة الغربية. هل تجاورت هذه الحضارات في وقت من الأوقات في الفترة التي لم يكن هناك فيها وسائل اتصال سريعة إلى آخره كما نشهد اليوم؟ كان هناك بعض الحضارات المتجاورة في المشرق بصورة خاصة، يعني في الحضارات المشرقية القديمة، إنما فيما بعد أصبحت دائما ظهور حضارة يرتبط تلقائيا، يرتبط تاريخيا، يرتبط بحكم الواقع بغياب شمس حضارة أخرى. عندما ظهرت الحضارة الإسلامية، الواقع ظهر بعد أن أصبحت الحضارات اليونانية والرومانية من الناحية الواقعية على وشك الانهيار داخليا، عندها ظهرت الحضارة. عندما ظهرت الحضارة الغربية التي لا نزال نعيش في كنفها حتى الآن، الواقع أيضا ظهرت بعد أن كان الحضارة الإسلامية التي وصلت إلى الصين والأندلس بدأت تنكمش، ليس جغرافيا، بدأت تنكمش داخليا. لم يعد الاهتمام بالإبداع، لم يعد هناك الاهتمام بالإنتاج، إنما أصبح التقليد. يعني نعرف العصور التي تسمى عصر الجمود والتقليد في التاريخ الإسلامي، عندها بدأت جهة أخرى تستلم نقاط الحضارة. هذا لا علاقة له بالتقدم التقني والعلمي. إذا أخذنا الآن زمام الحضارة من جديد في أيدينا، هل سنخترع النار مرة أخرى؟
هل سنخترع العجلة مرة أخرى؟ كل حضارة على الإطلاق النقلة الحضارية كانت دائما حيث وصل الحضارة السابقة. الحضارة تستلم الزمام وتتابع الطريق على المستوى العلمي، على المستوى التقني، على المستوى الإنتاج المادي، وتتابع الطريق حيث وصل من قبلها. أما الجانب الآخر الذي يميزه هو جانب آخر لا علاقة له بالإنتاج المادي. الذي أريد أن أؤكد عليه الآن في هذا الموضوع هو أن نحن لدينا رهبة كبيرة من هذه الهوة الهائلة التي أصبحت تفصل بين العالم المتخلف والعالم المتقدم. العالم المتقدم الذي تسيطر على، أنا لن أرجع إلى هذا الجهاز مرة لأن الارتجال خلال نصف ساعة يعني لن يكون هناك حاجة للموضوع هناك. أقول دائما كان هناك الواقع استلام المقود ومتابعة الطريق. كل ما نعرفه عن الحضارة الغربية الآن بدأ الواقع بنقل العلوم الإسلامية من العلماء المسلمين في تلك الفترة إلى الغرب. كل ما عرفناه عن الحضارة الإسلامية عندما بدأت بحركة الترجمة في عصر المأمون، أيضا بدأت بنقل العلوم والتقنيات من الحضارات السابقة خاصة في المشرق من الهند وغيرها. إذا الواقع عملية الهوة التي ترهبنا أحيانا كشباب، ترهبنا أيضا كمتقدمين في السن، ترهبنا أكثر. الواقع هذه الهوة الفاصلة بين التقدم والتخلف لا علاقة لها بالنقلة الحضارية. النقلة الحضارية تحصل عندما جزء أساسي من معنى الحضاري يغيب. الحضارة الواقع يعني من الأصل، ما قيمة الحضارة إذا كان الإنسان الذي تستهدفه الحضارة أو الذي هو موضوع الحضارة الحقيقي تعيسا؟ الحضارة هي الواقع تحقيق السعادة للإنسان في هذه الدنيا بالوسائل المختلفة، منها وسائل العلم والتقدم والإنتاج، طعاما، غذاء، كساء، علاقات اجتماعية إلى آخره. فالحضارة إذا لم تعد تستطيع أن تسعد الإنسان، جنس الإنسان، الواقع تبدأ تتهاوى. الشيء الذي نعايشه في الوقت الحاضر هو شيء من هذا القبيل. بمعنى الآن تعلمون الواقع، المآسي التي تجري في كل مكان في العالم عندما نتحدث عنها، ليسنا نحن نتحدث، الغربيون أيضا عنها عندما يتحدثون عنها يعلمون تماما بأنهم مقصرون، لأنهم هم يمسكون بزمام الحضارة، مقصرون بحق الإنسان، فيميزون بين إنسان في الشرق وإنسان في الغرب، في الشمال في الجنوب، إنسان فقير، إنسان غني، من يملك القدرة المادية يستطيع أن يعيش. القصص التي تروى عما تصنعه مثلا الصناعة الصيدلانية من حيث ما تسمح أو لا تسمح به من أدوية وبأي أثمان إلى البلدان التي تحتاج إليها، كمان هذا الواقع من المظاهر الحالية. وكما ذكرت الواقع هذا لا يقتصر فقط على الحضارة الغربية، كمان أثناء فترة انهيار أو انحدار الحضارة الإسلامية شهدنا شيئا مشابها بأنها لم تعد تهتم بالإنسان، إنما أصبحت كإنسان متكامل يحتاج إلى كل شيء روحا وجسدا، ليس فقط من جانب دون جانب. عندما تقوم لا تقوم فقط على مسألة الإنتاج المادي. هذا الواقع عرفناه سابقا ونعرفه الآن وتكرر في كل نقلة حضارية على الإطلاق. الحضارة الإغريقية يؤرخ لها المؤرخون الغربيون الواقع بعصر الفلاسفة من سقراط وأقرانه في تلك الفترة. يعني بمعنى الفكر الذي طرحه الفلاسفة في تلك الفترة صنع الأساس الذي قامت عليه الحياة الاجتماعية الحضارية بغض النظر عن مساوئ وسلبيات وإيجابيات في تلك الفترة. نحن أيضا عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية نتحدث أن الوحي نزل الواقع بمنظومة قيم معينة بدأ المسلمون يتحركون على أساسها، وبدأ بذلك البناء الحضاري الذي أضاف الجانب المادي، الجانب التقني، الجانب العلمي مع مرور الزمن. أيضا عندما نتحدث عن الحضارة الغربية متى بدأت؟ من يؤرخ لها؟ كانت هذا من عصر التنوير. طيب قبل عصر التنوير إيش كان فيه؟ في واقع الفلسفة الإنسانية يعني امتدت 200 سنة تقريبا قبل عصر التنوير، وكان لها يعني كبار
الذي فكر بدأوا يفكروا حول جنس الإنسان. الإنسان ما الذي يحتاج إليه؟ كيف يمكن أن نحقق له أهدافه؟ كيف يمكن أن نرعاه؟ كيف يمكن أن نوجد المجتمع المناسب للإنسان؟ بعد ذلك أجى التنوير الذي حدد الوسائل الفكرية بالدرجة الأولى والحقوق، وبدأت مع عصر التنوير الإنتاج المادي. بالمناسبة فلسفة الحداثة ظهروا فيها بعد حداثة ارتبطت بشيء من الإلحاد في معظم اطروحاتها، لكن جميعهم الواقع لم يكونوا شرطا من أجل النهضة المادية. النهضة المادية بدأت مع عصر التنوير وبعد عصر الفلسفة الإنسانية. أما النهضة التي يسمونها الواقع حداثية، الواقع أتى فيها بعد، وأنا ذاك بدأ الواقع، يعني كما يذكر فوكو كما تعلمون أنه الواقع ما أتت بالأنوار فقط، أتت بالأغلال. الأغلال إيش؟ التقدم ما زال مستمرا، لكن بدأت الأغلال تصيب الإنسان. بدأ هناك التمييز بين إنسان وإنسان. الواقع من الأشياء التي يجب أن ننتبه إليها أن الحضارة المادية الحديثة لما بدأت تنحرف عن الطريق الذي بدأ به التنويريون في عصر كانت وفولتير وغيرهما، الواقع هذه بدأت إلى حد كبير تأخذ من الموروث الإغريقي وما بعد الإغريق قديما. هناك كان أمرين في عصر الإغريق وفي عصر الكنسي فيما بعد، الواقع هي التمييز الطبقي واستخدام القوة لتحقيق الأهداف، يعني الصراع. تمييز الواقع كان معرفة مثلا أشهر كتب الفلاسفة التي بقيت إلى الآن ويرجعون إليها في مسألة الديمقراطية وسواها، كتاب أفلاطون المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة على ماذا تقوم؟ هذه الفاضلة، ما أقول مدينة تعيسة، المدينة الفاضلة تقوم على ثلاث طبقات كما يقول أفلاطون. طبقة الواقع الأولى التي هي تتمتع بكل شيء، الطبقة يعني الراقية، ثم طبقة العسكر التي تحمي الطبقة الراقية، ثم طبقة العمال الذين والفلاحين وأمثالهم ممن ليس لهم شيء إلا العمل، ليس لهم أي حقوق على الإطلاق. وعندما بدأ بعض الفلاسفة يدعون إلى مسألة استماع رأي الشباب في الشوارع، الجيل الجديد هي الفلسفة التوليدية، الواقع عندما بدأوا يطرحون ذلك حكموا، وبعضهم حكم عليه بالإعدام بهذا السبب، لأنه يريد أن يطلب من الناس أن يتحدثوا بآرائهم، برأيهم الذاتي، كيف ينظرون إلى الأمور. وكان أحد من يتهكم عليهم أرسطو، يتهكم على هذه الطريقة، يتهكم على طريقة الفلسفة التوليدية. أتريد أن تسمع رأي الناس؟ أتريد ديمقراطية؟ ولدت كلمة الديمقراطية هنا. فكان الواقع يهزأ بمن يريد أن يسمع رأي الناس وتحكيمهم في قضاياهم. الحكم فقط للطبقة الحاكمة، وهناك الطبقة العسكرية التي تحميها، وهناك بعد ذلك طبقة الناس الآخرين. هذا التمييز الطبقي، التمييز بين إنسان وإنسان، بدأ يتسرب أيضا إلى أيضا هناك الواقع الصراع، يعني الصراع بالقوة، معنى نسميه أحيانا شاعرية، شرعة الغاب، بمعنى أن من يملك القوة يستطيع أن يحصل. طيب الآن النساء يريدون حقوقهم، كيف يستطيعون ذلك؟ إذا كانت فئة النساء لا تملك ما يكفي من أسباب القوة لا تستطيع، لذلك ما زالوا في الحركات النسوية منذ 200 سنة أو أكثر يطالبون ويعملون ويصارعون من أجل حقوقهم ولا يصلون إليها. أيضا العمال نفس الشيء، نحن نقلنا بعض ذلك إلينا، لذلك نسمع مثلا الشاعر أحمد شوقي يقول: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، الحقوق لا تحصل عليها إلا بالقوة. وهذا المنظور يختلف تماما عن منظومة القيم التي نحن ننطلق منها عندما نتحدث عن الحضارة. المنظور لدينا لا يخاطب من يملك الواقع، من محروم من الحق ومحروم من القوة، إنما يطالب من يملك القوة بأداء الحقوق لأصحابها. لذلك الخطاب مثلا، يعني من يعني في القرآن الكريم مثلا لأصحاب المال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهو يتحدث عن من يملك قوة المال أن يجب أن يؤديها. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن العمال، يعني من يحرم من يستأجر أجيرا ولا يؤديه حقه فأنا خصمه يوم القيامة، فهو يطالب بإعطاء الأجير حقه. الخطاب في منظومة القيم الإسلامية موجه دائما لصاحب القوة أن يؤدي،
يا أيها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إلى آخر، دائما لمن يملك القوة الخطاب، بينما الخطاب الآخر الذي يعتمد أنه والله إذا تريد حقوقك حصلها، وكل من لا يستطيع يعني لا يملك أسباب القوة لا يحصلها يفشل في الحصول على حقوقه. إذا نحن لدينا هذين العنصرين الأساسيين، العنصر الطبقية التمييز نسميه التمييز العنصري أحيانا، وعندنا عنصر الواقع تغليب القوة في تحكيم الأمور أمور المجتمع. هذان العنصران الواقع أضعفا الحضارة الغربية التي بدأت على غير ذلك تماما في عصر التنوير وفي عصر الفلسفة الإنسانية، بدأت بغير ذلك ثم بدأت الآن تنهار. لذلك نرى هذه القوة الكبيرة ما بين الشرق والغرب، ما بين الشمال والجنوب، ما بين الفقر والغنى، ما بين إلى آخره، لا أريد أعدد ما تعرفون. إذا نحن الآن أمام وضع معين يرجح أن يكون هناك نقلة حضارية، من يقوم بها؟ هذا ما بدأت به الحديث، أنا لن أستطيع أن أقوم شيئا من ذلك، أنا قصرت بما فيه الكفاية خلال الفترة الماضية. إذا فعل الجيل الجديد ما فعلناه في الأجيال الماضية أيضا لم يحقق شيئا. نتحدث عن ضرورة النهوض ولا نعمل لها، نتحدث عن ضرورة العودة إلى القيم الحضارية التي نحتاج إليها من أجل النهوض ولا نعمل بذلك. نتحدث عن مسألة والله أنه يجب أن نتفوق في مختلف الميادين ولا نتحدث، هي الواقع التفوق والتخصص والتعاون والتكامل هي التي تصنع الحضارة. إيش النهوض؟ نهوض الواقع، هل نستطيع جميعا أن نكون أطباء؟ هل نستطيع جميعا أن نكون نشتغل بالهندسة المعمارية أو سواء؟ لا يمكن، لابد أن يكون هناك تخصصات طبعا يعملوا في تخصص معين، لكن التخصص دون تفوق لا يؤدي إلى تغيير، وخاصة في مرحلتنا الحالية التخصص دون تفوق لا يكفي من أجل النهوض. فالجيل الجديد أول واجباته أن يتفوق في تخصصاته. هذه التخصصات عندما تتكامل مع بعضها بعضا في نسيج بناء على رؤية مستقبلية مشتركة نتوافق عليها، نعلم ماذا نريد فيما بعد، ماذا نريد بعد 20 سنة أو بعد 50 سنة في الجيل القادم لأولادنا أولاد أولادنا، عندما يكون هناك رؤية مشتركة منسجمة مع بعضها البعض تتكامل الإنجازات التخصصية من خلالها تبدأ حركة النهوض. فنحن إذا لم نسلك هذا السبيل العملي يحدث، أنا أقول نحن وأقصد جيل النهوض القادم، وإلا سيحصل بكم ما حصل معنا. تحدثنا كثيرا عن النهوض وكتبنا كتبا يعني لها أول وليس لها آخر، وسوينا محاضرات كما قال أخي، يعني كل شيء سوينا في هذا المجال كله كان كلاما. السلوك الحقيقي لطريق النهوض هو أن تترجم الكلام إلى عمل، عندها يبدأ، ولا يمكن أن يترجم إلا من خلال التخصص والتفوق. في عنصر آخر الواقع لا بد منه، يعني لا أحدثكم بجديد حقيقة، أنا أضع فقط رؤوس أقلام جانب إلى جانب بعضها بعضا، وهو عنصر الإبداع اللي ذكر أثناء الأجوبة التي سمعتها قبل قليل من عامة الشباب. حقيقة عنصر الإبداع مخطئ في فهمه كثيرا، لأن بعض من يفهم الفلسفة الإسلامية أو يفهم الفكر الإسلامي أو يفهم الاجتهادات فهما معكوسا يجعل الإبداع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكبر المبدعين في عصره، الذين نستنجد الآن بأسمائهم أنه ينجدون وهم لا يمكن أن ينجدون، أصبحوا الآن في لحظة الحساب نقول نحتاج إلى قائد مثل عمر بن الخطاب، نحتاج إلى قائد مثل صلاح الدين إلى آخره. أولا هؤلاء كانوا متخصصين فقط في مجال واحد، ليس في كل مجال، لم يكونوا قادة بكل شأن من الشؤون. عمر بن الخطاب كان رجل دولة ولم يكن رجل فقط. صلاح الدين أيوبي كان الواقع رجل عسكري ولم يكن رجل فقه ولا غير، يعني لم يكن هنا تخصصه بالجانب العسكري، لكن تكامل مع من كان في عصره تحقق الواقع بعض الانتصارات، لم يحقق نهضة كاملة أو شاملة في ذلك الحين. أقول إذا رجعت مرة أخرى إلى الخيط الذي بدأت أفقده بالقليل، يعني الإبداع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أوجدوا صيغة للحياة في ذلك الحين
لم تكن معروفة من قبل، فاستطاعوا أن يغيروا العالم من حولهم من خلال صيغة جديدة. هذا إبداع. القيم نفسها لم تتغير. لما نتحدث جئت لأتمم مكارم الأخلاق وليس لأخترع أخلاقا جديدة. يعني الصدق، الصبر إلى آخره، كل هذه الأشياء المذكورة كلها نعرفها، أنا جزء من منظومة القيم. هذه الواقع كانت موجودة ولكن كانت تحتاج لصياغة علاقات اجتماعية، التواصل بين البشر، الإنجازات معينة. هذه الإنجازات حصلت في ذلك العصر وفق الصيغة التي أبدعها الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. ليش نذكر جمال الدين الفراري على أنه رائد الإصلاح في عصره؟ في عصره لم تكن كلمة الإصلاح لها المعنى الذي أعطاه جمال الدين الفراري. أبدع صيغة للتغيير في ذلك العصر. أتى من بعده من كمان نستشهد به كثيرا حسن البنا على أساس أنه أبدع في عصره العمل الحركي من أجل التغيير. إذن هناك كل واحد من هؤلاء الذين تتردد أسماؤهم يرتبط اسمهم بالإبداع. ماذا فعلنا من بعدهم؟ قتلنا إبداعهم بأننا أصبحنا نقلدهم، أصبحنا نقلدهم بالتفاصيل وليس بأصل الفكرة. أنهم فهموا عصرهم، استوعبوا واقعهم، استوعبوا عالمهم، وأوجدوا صيغة جديدة قابلة للتطوير في ذلك الحين مناسبة للعالم والعصر، فبدأت الحركة تنمو إلى الأعلى. عندما بدأت عملية التقليد، يعني حتى في الأمور التنظيمية والإدارية بدأ الانهيار من جديد. فأول الواقع الشيء أو أهم الأشياء التي يحتاجها جيل النهوض لتحقيق النهوض هو الواقع أن يكون بالإضافة إلى التخصص والتكامل، والتكامل يتطلب تواصل كبير مع عامة البشر من جميع الأنحاء، الواقع نحتاج أيضا إلى فكر إبداعي، إلى طرح إبداع جديد. كل من يقلد الماضين، الناس الماضيين، يعني من مضى من قبل، لا يكون عن يتأسى بهم كما نتحدث. عندما يقلدهم في الأشياء التفصيلية التي عاشوها لا يتأسى بهم. لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا لا نقلده إلا بالثوب، ولا نقلده بالركوب. نحن نعلم أن معظم موجودين لديهم سيارات ويتحركون بها، لماذا لا تقلده بالجمال؟ بعض الأشياء أصبحت مفهومة من نفسها لأننا اعتدنا عليها. الواقع ليست القضية تقليد بالوسائل التي اتبعها، وإنما بجوهر الفكرة، بجوهر صياغة حياة جديدة، صيغة جديدة للنهوض في عصره. وكانت الواقع المنطقة العربية في ذلك الحين التي عاش فيها متخلفة أكثر من تخلفنا الآن، وكانت الرومان والإغريق مسيطرين في الدنيا أكثر ما تسيطر أمريكا وروسيا الآن، لكن أوجد صيغة حضارية جديدة، فاستطاع الواقع من خلال هذه الصيغة أن يحرك الناس. إذا أردنا أن نتأسى به فيجب أن نبدع صيغة جديدة تناسب عصرنا وليس عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عصره كان يتطلب شيئا آخر من حيث النهوض. المنظومة القيم لم تتغير، هي التي الحقيقة منظومة القيم فيها أشياء مشتركة حتى مع الحضارات الأخرى كما تعلمون، لم تتغير. أما الشيء الذي تغير هو طريقة ترجمة منظومة القيم وربطها بالعمل يعني العمل الفعلي من أجل عملية النهوض. هنا الواقع يبدو أن القضية ليست واجبات عامة وإنما واجبات فردية. يا أخي إذا كان أنا لا أستطيع الواقع أن أقول للحاضرين ماذا تصنعين، ماذا يصنع، ماذا تفعل أنت وأنا. كل إنسان يعرف نفسه وقدراته بما فيه الكفاية، فهو الذي يحدد واجباته. فإن لم يفعل معنى ذلك لا يمكن أن يتقدم، لا يمكن أن يكون جزءا من عملية النهوض. نحن نقول الواقع العلماء مقصرون، الدولة مقصرة، السياسيون مقصرون، الإسلاميون مبطئون، العلمانيون منحرفون إلى آخره، نعمم المسؤولية مع أننا كلنا نردد وكل آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كنا فعلا كل إنسان مسؤول عن نفسه حقيقة، يجب هو أن يقول ماذا يستطيع وأن يساهم ينقل ما يقول إلى واقع فعلي، إلى عمل حقيقي. عندها تتحرك يعني أبو بكر الصديق لم يكن ينتظر أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فاشتر الرقيقة واعتقها. عندما تقدم بعض الصحابة، أنا أحب كثير أستشهد الحقيقة بهذه الأمور التي المفروض نعرفها جميعا، وكيف نربطها بعملية النهوض الفعلي. إذا أردنا أن نتأسى بهم ليس مطلوبا مني أنا أفعل ما فعل أبو بكر الصديق، أذهب وأفتش عن رقيقه وأعتقه.
حين المطلوب أن أفكر ماذا أستطيع أن أفعل فأفعله. هذا الشيء الأساسي لدى أبو بكر يلي قدمه على سواه. لذلك ما يتحدث عمر بن الخطاب عن الحديث أنه دخل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا؟ قال أبو بكر أنا. من فعل كذا؟ أنا. من عاد مريضا؟ أنا. من سار في جنازة؟ أنا. فكان يعني طبعا هو لا يتكلم عن نفسه دائما، لكن كان السؤال واضح يدل التعليم. على أي حال، فعجب عمر بن الخطاب صنع كل ذلك. طبعا سباق إلى المبادرة الفعلية، لم يكن ينتظر أن يقول له أحد هذا واجبك فافعله فافعل، إنما كان إلى حد كبير من داخله ينبع الشعور بالواجب فيحدد قدراته، يحدد إمكاناته. لذلك مثلا عندما أسلم عمر لم يصنع ما صنع أبو بكر، إنما خرج مع حمزة يسيران ويستعرضان، يعني المظاهرة في عصره في ذلك الوقت، مظاهرة قوة حتى يرهب الكفار. إذا هناك الواقع كل إنسان يستطيع، هذه هي الواجبات الفردية. الواجبات الفردية لن يوجد أحد يملي عليك ماذا تستطيع، بالعكس قد يطلب منك شيء ولا تستطيعه. ونحن وقعنا في ذلك في يعني في فترات من التربية التي عايشناها، خاصة التربية الإسلامية، أننا نريد أن يكون كل الناس يعني نسخة واحدة، أن يكون حافظ للقرآن، حافظ للحديث، فاهم للفقه، عامل بكذا وكذا إلى آخره، نعدده بحد معين يجب أن يكون به. طبعا هناك في حد أدنى مشترك يجب أن يكون لدينا جميعا، ولكن لا يمكن أن نكون جميعا نسخة واحدة، يجب أن يكون تخصص فيما بيننا وإمكانات مختلفة فيما بيننا، ولكن نتكامل في شيء أساسي الواقع في الوقت الحاضر أيضا يتعلق بالنهوض الحضاري الذي نحن دخلناه كمعركة، وليس معركة، هو عملية تغيير تلقائية تجري عندما نتحرك فيها. يعني لا تحتاج إلى تحديد جبهات، جبهة الغرب، جبهة الشرق، وكيف نحارب كذا، كيف نضعف كذا، كيف ندمر هذه الحضارة حتى تقوم حضارة جديدة. هذا ليس الأسلوب الواقع الذي يحقق في النهوض الحضاري، بالعكس تماما. في شيء يختلف عن ما مضى، في الوقت الحاضر لم تعد الحضارة المادية موجودة في بقعة جغرافية محددة. يعني نتحدث عن الرومان مثلا والإغريق، كان كل لهم بقعته الجغرافية ويتمددون قدر الإمكان حسب ما كانت تسمح الإمكانات في ذلك الحين. الآن لا، الحضارة الواقع متداخلة في كل أنحاء العالم. فإذا فكر أحدنا بتدمير هذه الحضارة الموجودة حاليا يدمر الناس معها. يعني العواقب لا تقتصر على الناس الذين يعني يستغلون أماكنهم في هذه الحضارة المادية هيمنتهم ويجعلون الآخرين تابعين لهم، وإنما تصيب جنس الإنسان. فالقضية ليست تدمير، إنما قضية بناء ومعرفته. الأمر الثاني الواقع، من يتحدث هنا في هذه القاعة عن قضية الحضارة يتحدث سواه في الغرب أيضا داخل نطاق هذه الحضارة عن أخطائها. في ظواهر كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الغربيين من داخل مجتمعاتهم بدأوا يشعرون بأن هناك أخطار على هذه الحضارة المادية التي بنوها. لذلك إذا كان على مستوى فكري وغير فكري، الواقع نعلم مثلا نادي روما، مدرسة فرانكفورت إلى آخره، في أسماء معينة تحوم حول حتى ما بعد الحداثيين، الواقع ما انتقدوا الحداثة التي قبلهم. إذا هناك نوع من التغيير أيضا على المستوى العملي، منظمات التي نشأت خلال 50 سنة الماضية على الأقل تحت عناوين مختلفة، لأي تحت منظمات غير الحكومية سمية مستقلة، أيضا معظمها يقف في الواقع إما دفاع عن حقوق الإنسان أو من أجل مكافحة الفقر أو كذا وكذا. هم يشعرون بأن هناك أمراضا يجب أن تعالج، وإلا فهذه الحضارة آيلة للانهيار. ما الذي يؤخرها؟ يؤخر انهيارها أنتم، مو نحن. نحن خلاص أخرناه 30-40 سنة. الآن إذا تغير هذا الجيل ولم يفعل ما فعلته الأجيال الماضية، يعني لم يكتفي فقط بالكلام رقم واحد، لم يتقوقع رقم اثنين، لم يتعصب يعني بمعنى العصبية أو العنصرية أو أي شيء سميها إلى آخر، يعني كل أخطائنا الواقع التي وقعنا فيها خلال الفترات الماضية، ومع ذلك لم يكن هناك إنجاز، كان إنجازات كبيرة أيضا، إنما كان في أخطاء كبيرة منعت من أن يظهر شمس حضارية جديدة تتحدث النقلة الحضارية تلقائية. هذا الشيء الواقع الذي أتمنى أن الجيل الجديد أو جيل النهوض، الواقع ما نسميه جيل النهوض الحضاري، مو معنى ذلك أنه سيقوم بالنهوض فعلا،
هو يحمل الآن المسؤولية كما حملها الجيل السابق قبل 40 سنة 50 سنة، يحمل المسؤولية كما حملها الجيل قبل السابق يعني قبل 80 سنة مثلا 60 70 80 سنة وإلى آخره. فالمسؤولية تنتقل من جيل إلى جيل. الجيل الذي يحمل هذه المسؤولية حقا بحقها ويؤدي الواقع واجباته فيها هو الجيل الذي يسجل في عهده بدء النهوض الحضاري. والنهوض الحضاري لا يقاس بالأشياء المادية. إذا كنا نحن نعتبر بأن بداية الحضارة الإسلامية هي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما مات كان ضمن الجزيرة العربية في بقعة صغيرة من الأرض، وكان ما زالت روما موجودة وما زالت يعني الفرس موجودين، يعني ما كان في هناك الواقع معالم حضارية حقيقة. رغم ذلك الذي استشرف المستقبل، هذا ما نحتاجه في رؤية نتوافق عليها، يكون في نوع من تفاهم عليها ما بين الجيل الجديد. الواقع الرؤية هي التي تجعله وهو في الخندق يقول يعني فتحت له فارس وفتحت له روم. هذه ليست مجرد نبوءات عامة، إنما يشير إلى أنه الواقع أمامنا طريق طويل سيوصل إلى ذلك، طريق حضاري، طريق قتال، طريق كذا، كل الأشياء الوسائل مبدأ ما يمكن أن نختلف عليها ونتفق، إنما الطريق الحضاري هو أن تقدم منظومة قيم تراعي جنس الإنسان. وهذه هي الميزة الحقيقية للإسلام التي لا يجوز أن نضيعها. بمجرد أن نضيعها معنى ذلك بدأنا بالانهيار الحضاري وليس ببناء نقلة حضارية جديدة. لم يخاطب الإسلام يعني منظومة القيم الإسلامية لم تخاطب أي قضية من قضايا حقوق الإنسان والحقوق ولا كرامة الإنسان إلا كان الخطاب لعامة الناس. ولقد كرمنا بني آدم وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وهكذا فهم الصحابة من البداية. لذلك عمر الخطاب في قضية قبطي ليس في قضية مسلم، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم الأحرار. والقرآن الكريم الواقع حافل لأشياء لها أول ليس لها آخر في هذا الموضوع، يعني مثلا الحقوق المادية أيضا ليس فقط لكل الناس وليس فقط للمسلمين أو من يستجيب للدعوة أو شيء من القبيل، ما للأسف جرى على بعض الألسنة مؤخرا. يعني بالعكس الواقع يتحدث عن الكفار والمؤمنين ثم يقول في الكتاب كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فنرجو الله عز وجل أن أولادكم يتمتعون بالحضارة التي تشقون طريقها، ونأسف إلى أن جيلنا لم يصنع ذلك حتى الآن رغم وجود من بذل وسعى ويعني وقدم إنجازات لا نرمتهم حقهم ولا يعني لا ننسى فضلهم، ولكن حقيقة الواقع يقول بأننا لم نصل إلى هدفنا. أدعو الله عز وجل أن تصلوا إلى هدفكم، والسلام عليكم.